بس بوع هذا العرض عرض ما صاير ما صاير. انتهزوا الفرصة قبل كل شيء بدون زعل. أنا سويت لكم العرض يومين اللي هو باكر يوم الاثنين وحين نشر الفيديو إن شاء الله يوم الاثنين ويوم الثلاثاء يعني يوم 13-11 ويوم 14-11. هذا العرض متاح ضمن هاي الفترة وبهذا السعر. أنا يعني من قاعد أسولف هذه الجنطة بصراحة أخذت لها خلينا نقول صدى حلو بالمواقع التواصل الاجتماعي. بيها مسكة تقدر تحتفظ بموبايل مثل ما تلاحظون. أنا خليت بيها كم شغلة شوف هذا موبايل وخليت بيها موبايل ثاني تقدر تخلي بيها هواية شغلات. هذا الموبايل طبعا الفولد ماتي يصير سامسونج. خانتها يعني تقدر تخلي بيها فلوس هنا أنا كارتات بيها سحاب تقدر تخلي شغلات. شغل الكواليتي مالته عادي يعني مو جيل الطبيعي شغله عادي بس خدمية تقدر من أنا مسكه تقدر تلزمها هيجي شغله مرتب ومفيدة. هذه بيش بعدين نسولف بيها. بس توفرت ألوان طبعا شنو أخوان توفرت يكون الجلد مالتها ناعم أجبيل أسود وهذا الجوزي اللي هو عسلي جوزي بعض يختلفون هذا طول خلف فاتح وإجا بيها خشن اللي هو هذا شوفوا النقشة مالته تصير خشنة والجوزي هم خشن وهذا اللي هو جوزي. نجي نسولف على السعر والعرض اللي أنا مسوي يعني بغض النظر أخوان نازل ب15 بغير سعر هاي الناس يعني من حقها بس أنا مسوي عرض مو ب15 ولا ب10 ب5000 دينار فقط. اي نعم ب5000 دينار انتهزوا الفرصة. شغلة حلوة ممكن تفيدك اذا انت من نوع تحب تشيل جنطة وجنطة مو كبيرة مثل هسه هذه اللون الاسود طبعا من النفوخ يصير بها غراض تبين شكل يعني هنا كانت مكبوسة. هسه هذه وانا متقصد خليت موبايل كبير اللي هو هذا الفولد يصير شوية حجمه كبير على مود يبين حجمها ويبين تقريبا شغلها. طبعا كل وحدة وياها مسكتها بنفس اللون. على مود في حاجة انه انت عاجبك خليها هنقول مسكه هيجي او عاجبك من اللي هي هذه ما وصلت الفكره. اغتنموا الفرصه العرض ساري لمده يومين مثل ما سولفنا وان شاء الله عندي توصيل لكل العراق 4 بغداد 6 محافظات الحجز والاستفسار راسلوني على الواتساب وتدللون. تحياتي لكم انا اخوكم حسين وجاندج.